جزر المالديف تقع في جنوب غربي المحيط الهندي، وتتألف من 26 منطقة بحرية تحتوي على أكثر من 1192 جزيرة مرجانية. يبلغ إجمالي مساحة الجزر حوالي 90,000 كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه في محيط المالديف بين 20 و30 متراً. تتميز المالديف بطقسها الدافئ والرطب على مدار العام، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 24 درجة مئوية في فصل الشتاء و33 درجة مئوية في فصل الصيف. كما أنها تشهد موسمين مختلفين، فصل الرياح الشمالية الشرقية وفصل الرياح الجنوبية الغربية. تشتهر المالديف بشعابها المرجانية الجميلة والغنية بالحياة البحرية، ويعتبر الغطس والغوص من أهم الأنشطة السياحية في البلاد. تضم المالديف بعض الجزر التي تم تحويلها إلى منتجعات سياحية فاخرة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. في المالديف يرتبط الوضع الصحي بعدة عوامل، منها البنية التحتية الصحية والوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق النائية والمتناثرة في الجزر الصغيرة. تعتمد الحكومة المالدية على العديد من المؤسسات الصحية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والخاصة. مشروع اليوم هو رافد من روافد القطاع الصحي في المالديف، مستشفى هيتادو. وهو أكبر مستشفى في جمهورية المالديف، ويقع في العاصمة مالي. تم إنشاء المستشفى بتمويل من صندوق التنمية السعودي، وافتتح في عام 2017. يعتبر المستشفى ذو أهمية كبيرة، حيث يوفر خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المنطقة. يعتبر المستشفى من أهم المشاريع الصحية التي دعمها صندوق التنمية السعودي في المالديف، حيث تم تصميمه لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة في المالديف ولتحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد. كما يوفر المستشفى فرص عمل للمواطنين المالديفيين وتدريب الكوادر الطبية المحلية والتقنيات الطبية في المالديف. أقف وكل فخر من أمام هذا المشروع اللي تم دعمه من قبل الصندوق السعودي للتنمية، مستشفى أدو اللي يخدم أهل المنطقة وساعدهم اليوم في توفير العلاج. وفي تفاصيل كثير راح نعيشها داخل هذا المبنى، تعال. قام مستشفى هيتادو بلعب دور حيوي في الاستجابة لجائحة كورونا في المالديف، حيث تم تحويل المستشفى لمركز لعلاج المصابين بالفيروس وتقديم الدعم اللازم للسلطات الصحية في البلاد. وقد حظيت هذه الخطوة بإشادة كبيرة من قبل المجتمع المحلي. يعمل مستشفى هيتادو في المالديف بسعة تصل إلى 160 سرير، ويضم 11 قسماً مختلفاً يتضمن الجراحة والطوارئ والعناية المركزة وغيرها. طيب الآن إحنا متواجدين في المستشفى، حنروح إلى مدير المستشفى نأخذ معاه معلومات كثير حول هذا الصرح الجميل، تعال. يعد المستشفى من أحدث المستشفيات في المالديف،
ويقدم خدمات طبية متخصصة عالية الجودة للسكان المحليين والسياح الذين يزورون البلاد. In 2020 December, our President Ibrahim Omar he announced that in the Maldives he will develop 5 tertiary hospitals in different parts of the country, and this is one of those tertiary hospitals. So in this hospital, actually we provide almost all the services, for example, gynecology and obstetrics, pediatrics, ENT, ophthalmology, orthopedics, all these specialties. And then we have 10-bed ICU, we have 6-bed NICU, we have full-fledged functioning emergency accidents and emergency department, and we have an operation theater complex with 3 operating rooms. We have a dedicated separate operation theater for the obstetric patients, and then there is another operation theater attached to the emergency department as well. And this is an important hospital for the people living in southernmost part of the Maldives. We have in this city itself we have around 34,000 people resident in this part of the country, and on an average this hospital provides services to about 500 patients per day, that is outpatient department. And then hospital is almost full now. Even today we have been discussing about how to accommodate additional patients. So it's a really important hospital, and the public has really accepted it as a hospital that provides quality healthcare in the Maldives. So earlier what happens is most of the patients, they go to Male for healthcare. But now in most of the specialties, they don't have to go to Male. They can get this care that they need in this hospital itself. For example, we are doing ENT surgeries, we are doing ophthalmology surgeries, we are doing orthopedic surgeries, we are doing general surgeries, we are doing gynecology and obstetric surgeries. يتميز المستشفى بمرافقه الحديثة والمجهزة بأحدث التقنيات الطبية، كما يضم المستشفى عيادات خارجية ومختبرات وصيدليات ووحدات للرعاية المركزة، كما يوفر المستشفى خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل والتغذية والتغذية السريرية والطب النفسي. معنا الدكتور يحيى، هو رئيس قسم المسالك البوليه في مستشفى ادويه. هلا وسهلا فيك دكتور. يا مرحبا بك. يا مرحبا. الله يحييك دكتور. في البدايه خليني اسالك الفرق اللي احدثه بتواجد مثل هذه المستشفى في الدوله. والله المستشفى رفع الوضع الصحي بشكل عام في منطقه الجنوب بشكل كامل. عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون الرعايه الصحيه بداوا يتعالجوا في هذا المستشفى. المستشفى احدث استقرار للناس في هذه المنطقة، وتوقفت قضية الهجرات والتنقل بحثا عن العلاج. فالمستشفى بشكل عام رفعت الوضع الصحي للمنطقة وتحسنت معيشة الناس وتحسنت صحتهم. دكتور كلمني على أثر تنفيذ هذا المشروع على الواقع الصحي في المالديف. والله الوضع الصحي في المالديف بشكل عام تحسن بوجود هذا المستشفى، وذلك لأن المستشفى يحتوي على العديد من التخصصات النادرة والتخصصات الفرعية، ومثلا تخصص المسالك البولية هو التخصص الوحيد الموجود في الشمال في الجنوب، وخدم التخصص هذا خدم شريحة كبيرة من المرضى الذين كانوا يضطرون للسفر إلى خارج البلد طلبا للعلاج. وبالتالي الوضع الصحي بشكل عام تحسن في المنطقة، والخدمة الصحية أصبحت متوفرة وبشكل راقي وبإمكانيات عالية وبمعايير جودة مرتفعة جدا. معلومات جميلة دكتور، كلمني عن الفرق اللي سيحدث هذا المشروع في حياة الناس. أكيد طبعا، أنا أعتقد أن الصحة هي الأساس، الصحة والتعليم هو أساس حياة الناس. فالصحة بوجود هذا المستشفى أصبحت في مستوى عالي،
وأنا أريد أن أنوه إلى قضية عندما حدثت جائحة كورونا كما نعلم، كانت المستشفى هذه هي المناد الوحيد للمنطقة بشكل عام، وبالتالي قامت بخدمات جليلة للمجتمع المحلي. إضافة إلى ذلك هنالك نوع من التوعية الصحية التي تقوم بها إدارة المستشفى، ونوع من التثقيف الصحي للمواطنين، وبالتالي مكافحة كافة الأمراض المستوطنة والأمراض الوبائية التي قد تحدث في أي وقت من الأوقات، إضافة إلى علاج الأمراض والقيام بالعمليات الجراحية التي تجرى بمنتهى الكفاءة، وعمليات المناظير، عمليات الجراحة، وعمليات مناظير الجهاز الهضمي ومناظير المسالك البولية، كلها سوف تجرى في هذا المستشفى إن شاء الله في المستقبل القريب وبكفاءة عالية وبإتقان، وهذا كله سوف يحدث تغيير في حياة الناس وسيؤدي إلى استقرار المجتمع وسيؤدي إلى رضا أو قبول من كل المستفيدين من الخدمة الصحية في هذه المنطقة. أشكر الصندوق السعودي للتنمية على ما قام به، نتمنى إن شاء الله المزيد من دعم هذه المشاريع التي هي مشاريع صراحة استراتيجية وتحدث أثرا في حياة الناس، ونشكرهم على ذلك. ساهم المشروع في تحسين قدرة المالديف على تلبية الاحتياجات الصحية للسكان وتحسين الرعاية الصحية في البلاد بشكل عام. تعمل وزارة الصحة المالدية على تطوير البنية التحتية الصحية في البلاد وتعزيز جودة الرعاية الصحية المتاحة، وتشمل جهود الحكومة الرامية لتحسين الوضع الصحي في المالديف توفير الرعاية الصحية الأساسية للجميع وتحسين وصول المرضى إلى الخدمات الصحية وزيادة عدد الأطباء والممرضين. معنا المدير الطبي دكتور عماني، راح تعطينا تفاصيل أكثر. يا هلا وسهلا فيك دكتور. Welcome Nawaf to Aldo Equatorial Hospital. دكتور، ودنا نتكلم حول المساحة وأكيد المعدات وعدد العاملين في هذا المستشفى. This project funded by Saudi is to develop a 100-bedded hospital in the atoll of Aldo. This hospital was designed to be a tertiary care hospital. We were previously having a secondary level hospital with this 30 beds, and now with this hospital it was upgraded to a 100-bed hospital with all the tertiary care facilities, including cardiology care, endoscopy, colonoscopy, pulmonology services, urology services, and a full-fledged theater with ICU, neonatal ICU, and all of the facilities that can be provided at a tertiary level. The space is about 120,000 square feet, and we have around 420 staff currently working in Aldo Equatorial Hospital. دكتورة، كلمينا أكثر عن الأثر التنموي لهذا المشروع. This project has brought a huge impact to this community because we were having a very small hospital, a 35-bedded hospital with just the basic services available, and now this is a fully equipped hospital with 100 beds, and we are able to provide not just the basic secondary level services but tertiary level services as well, to the extent that we have human resources. We are fully equipped, but we do have some challenges with human resources. That's why we are not able to provide the full-fledged tertiary level care yet, but the people that have to go outside of this atoll to get their services, for example, surgeries done, or people who need to get admitted to ICU, or babies that need extra care that had to be taken outside of this atoll,
on a plane, that numbers have significantly reduced, and we are able to provide health services to our community to a much broader extent than what it was before we had this hospital. يعطي الإسلام لمفهوم التنمية المستدامة دفعة قوية لتحقيقها، إذ يدعو الإسلام إلى توفير الحفاظ على الموارد الطبيعية والعناية بها، وإدارة الثروات والموارد بطريقة فعالة وتقليل الهدر والتبذير. ويمكن أن يوفر التركيز على التنمية المستدامة أيضاً فرصاً للمشاركة الفاعلة في المجتمع والاستثمار في المستقبل، وهو ما يؤمن الإسلام به كمفهوم شامل. وبهذا فإن التنمية المستدامة في الإسلام ليست مجرد تحديد الأهداف البيئية، ولكنها تشمل أيضاً تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز الحياة المستدامة للأفراد والمجتمعات. ويمكن أن يشكل المفهوم الإسلامي للتنمية المستدامة قاعدة قوية للتنمية في المناطق النائية والفقيرة، والتي قد لا تتمتع بالموارد والخدمات التي تتمتع بها المناطق الأكثر تطوراً. وبهذا لك أن ترى بأن عمارة الأرض في الإسلام ليست مجرد واجب ديني، ولكنها أيضاً حلم إنساني يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون. يمكننا جميعاً المساهمة في تحقيق هذا الحلم وبناء مستقبل أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة.